أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان الخرطوم، وباعثها المستمع الطاهر إبراهيم محمد يقول: سافرت من قريتي في وسط السودان لمدينة الخرطوم، وكانت المسافة أكثر من 100 كيلو، وفي الطريق أدركتنا صلاة الظهر، وبعد الوضوء اصطفينا صفين للصلاة. قال الرجل الذي اخترناه للصلاة بأنه سوف يصلي بنا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهنا انقسم المصلون بحجة أن الجمع والقصر في الصلاة لا يكونان إلا في المسجد، وطلبنا حينئذ أن يصلي كل على حدة. وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله شرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية ركعتين، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض معناه السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، هذا هو السنة. وأما من قال لكم لا تقصر الصلاة ولا تجمع إلا في المسجد فهذا غلط، غلط كبير وجهل منه، ولا يجوز لهؤلاء الجهال أن يتكلموا في أمور الدين في أمور الفقه بغير علم، فيضلل الناس ويوقعوهم في الخطأ من غير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والجمع بين الصلاتين في السفر مباح إذا جد به السير، وأنتم جاد بكم السير لأنكم تصلون في الطريق كما ذكرت، أيباح لكم القصر والجمع، ولله الحمد، وهذا من تيسير الله عز وجل على المسلمين. نعم.